زي معكم جلا من سنابل نيوز. نحن اليوم موجودين بالمسابقة العالمية السابعة لبرنامج جينيوس ماب. خلونا نشوف شو بتتضمن هالمسابقة. اليوم بدي شارك بمنظمة دولية عالمية ومشان ننجح ونصير ناح بالمستقبل. بشارك مع جينيوس ماب لأنه بدي فوز اربح سفرة على اليابان. أنا مشاركة مشان أقدر أربح وفرح الماما والبابا. كرمال فرجي مهاراتي قدام العالم وكون الأول على لبنان. كرمال أربح وأطلع الأول وشافي. أجيب كأس وأتفرج على المسابقات اللي بدي أعملها. بدي على جينيوس ماب مشان أطور مهاراتي بكل شيء بالذكاء بكل شيء بالمراجعة بكل شيء بالحفظ بكل شيء. وهلا مثل ما انكم شايفين صار وقت تبلش المسابقه، خلونا نحضرها سوا. نحن السنه الماضيه كنا نقول اكبر مسابقه دوليه بعد الصين، لأنه كان الصين سابقنا برقم، نحن السنة سبقنا هذا الرقم، طلعنا فوق منه، كان السنة الماضية هن عندهم 2300، نحن 2520 تلميذ، فنحن نعتبر أكبر مسابقة دولية في العالم بالحساب الذهني. نحن شهادتنا مجروحة ببرنامجنا، بس نحن بنعرف من المدارس والمراكز اللي عم تزداد سنة بعد سنة، نتيجة تطور هذا التلميذ على مستوى الأكاديمي، وعلى مستوى سلوكه، وعلى مستوى كل شيء ممكن أنت تتوقعيه من التلميذ. بتلاقيه صار تلميذ بيرفكت، يعني بيركز اكثر، اسرع اكثر، منضبط اكثر، حاطط طموح قدامه اكبر، بخطط، تلميذ بيقوى خياله، بيقوى تحليله، بصير عنده ثقه بنفسه، ونحن اهم شيء عامل الثقه بالنفس هو مقياس النجاح. مثل ما شفتوا 2500 تلميذ قدروا يدخلوا على جينيس بوك من خلال الحساب الفوري. انت كمان فيك تكون عبقري وتشارك مثل هيك مسابقات. كانت معكم جلا من سنابل نيوز.